Père du soleil, Père du soleil, Père du soleil, Mérida. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. المنتخب المغربي النسوي لأقل من 20 سنة تمكن أمس السبت من ضمان تأشيرة المرور للدور الثالث من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم كوستاريكا 2022 على حساب المنتخب بنين، حيث صرح باتريك كوردوبا مدرب المنتخب المغربي النسوي لأقل من 20 سنة أن المباراة التي جمعت النخبة الوطنية بمنتخب بنين أمس السبت كانت صعبة وأن العناصر الوطنية لم تكن في مستواها المعهود. إذا ربحت مباراة الذهاب لا يعني أنك ستفوز في الإياب، لا يجب وضع الثقة في كرة القدم، ولا يستهان بأي خصم. التأهل حسمناه لصالحنا لكن الأداء لم يكن مقنعا بالنسبة لي، وهذا سيكون مكلفا في المباريات القادمة. جميع المباريات لا تتشابه، هناك فريقان فقط في القارة الأفريقية سيتأهلان وهذا شيء مؤسف، لأنه هناك الكثير من المنتخبات والتحدي ليس سهلا، لكن سنفعل ما بوسعنا للفوز في الأدوار القادمة وتحقيق التأهل لكأس العالم.